من سنين طويلة وتاريخ مصر مليان بقصص وبطولات عن شهداء قدموا أرواحهم فداء للبلد عشان إحنا نحقق كل اللي نتمناه. جه الدور علينا دلوقتي إن إحنا نقدم ولو جزء صغير من الجميل اللي هم عملوه. أول حاجة لازم نعرف كل الناس مين هم الأبطال دول. لما كنت أسمع كلمة خير أجناد الأرض ليا فيهم اتنين من ضمن جنود الأرض دي، بحس إن يعني أنا في عنان السماء كده، راسي كده مرفوعة. فما بالك بقى لما ربنا أكرمه وأكرمني بالشهادة، وصلني لدرجة من الفخر والعزة أنا لحد النهاردة مش عارفة أوصفه والله. قبل ما يسافر سينا قال لي ماما والله يعني مش عايزك تقلقي، مش عايزك تعيطي، مش عايزك تزعلي. أنا قلت له يا مصطفى لا تخف ولا تحزن، فإن موعدك الجنة. أنت لو رحت يا مصطفى وجهدت في سبيل الله ورجعت يعني يكفيك شرف المشاركة في العملية الشاملة. فتوكل على الله. وما قال لي أخاف إيه يا ماما، ده احنا هروح نفرمهم. أوجه رسالة للشعب المصري، أحب أطمنهم إن إحنا بنقوم بأفضل مهمة وأشجع وأنبل مهمة على الإطلاق للقضاء على جميع العناصر الإرهابية بأرض سيناء، ومش هنمشي من هنا قبل ما نطهر كل شبر في أرض سيناء. بطل أتيحت له كل فرص العودة إلا أنهم أي رصاصة يعيش منتصر بالسلاحي أيما قابلت ربنا سبحانه وتعالى. يوم الاستشهاد كنا طلعنا بمداهمة، مصطفى الله يرحمه خد أمر من قائد الكول إن هو ينزل بالقناصة، فهو في الوضع المراقبة في القناصة لمح ماسورة سلاح تقدم بالقناصة على التبة اللي احنا كنا فيها، واحنا كنا تقدمنا قدام. حصل اشتباك، في 3 من التكفيرين وقعوا، بلغ على الجهاز إن هو شاف واحد وقعه، وتمام بلغ التاني إن هو شافه ووقعه، والتالت وصل لأربعة وكان ممكن يوقع أكتر. دخلنا على الجهاز بكلمه بسأله مصطفى طب فين آخر وضع؟ سمعت إن مصطفى الله يرحمه اتصاب. عاش بطل ومات بطل. أنا فخورة بيك، ما حييت وعمري ما حعيط عليك، وهقول له وحشتني يا مصطفى. رفعت راسنا يا مصطفى ورفعت راس مصر، وربنا يرحمه. يعني هو اكبر اخواته وكان احن واحد في البيت، كان كبيري واخويا وحبيبي وكل حاجه في حياتي، وكان هو نور عينيا، كان قدوه كاخ، قدوه كصديق، قدوة كجندي في الجيش، كان أمين في خدمته البلد، وكان عنده استعداد إن هو يروح الجيش ويستشهد ولا إن هو يعيش يوم خايف في بلده. فضلت عمري كله أحلم أقول له يا بنوب يلا يا بنوب أخته، بيقول لي لأ لسه بدري أصلا أنا مسافر، فما كنتش أعرف إن هو مسافر على السما. أنا شفت السما مفتوحاله، صدقوني شفت السما منوراله ومفتوحاله، كان بيغني ويقول طير يا حمام، طير يا حمام ورجع أوام، شكلك جميل عالقبة دي، لفلف ويدور بفخر ونور، شكل الزهور حلو في عيني.
أنا بزفتك للسماء كنا عاملينها زفة مش كنا عاملينها جنازة. البلد دي كلتها كانت طالعة على أبنو، كل الزغرطة والفرح وراه، حصل له مش غاب، حصل له مرح. وفدى وطنه وفدى ناسه وأهله، ومش كتير على وطننا إن إحنا نحميه، حتى لو بدمانة برضه مش كتير علينا. إسلام أزر ولادي وكان متعلق بيا جدا، كان عنده حماس إن هو نفسه يبقى ضابط زي باباه. حسيت إن إسلام ده كان مشروع شهيد. فعلا جاله ترشيح يروح العمليات الخاصة. الولد كان شجاع، كان كل المأمورية وهو طالع يصلي الفجر ويسلم عليا وبوسني، عايز يقول لي في عينيه وكلامه بالعينين ما تزعلش لو انا ما رجعتش. اشوفكوا بخير وسامحوني، ما حدش يزعل اني سبتكم وامشيت. اشوفكوا بخير وافتكروني، وسائب ذكريات واكوام من الحواديت. في عملية الوحيد هو كان المدرعة الأولى، العملية دي عملية خطيرة، كان ممكن تتكون بؤرة إرهابية مع أسلحة تقيلة. الولاد ما خافوش، كانوا بيتسابقوا للشهادة، القائد بتاعه كان جنبه. أن الإسلام ما خافش، والضرب من كل اتجاهات وهو بيتعامله. إسلام أول ما أصيب الدم نزل على القائد بتاعه، فقال القائد بتاعه أنت اتصبت يا فندم؟ قال له لا يا إسلام، أنت اللي اتصبت، استشهد يا إسلام. قال له كمل يا وائل بيه، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. خد الوسام الكبير من ربنا سبحانه وتعالى انه استشهد، ده اكبر وسام. بس انا فخور بيه، فخور بابني وهو عايش، وشرفني وميت. صحابه هم بيدخلوه عربيه الاسعاف، بقوا على عربيه الاسعاف كده، احنا هنجيب حقك يا مشهور، انا هنجيب حقك يا مشهور. في اليوم ده ومصر كلها بتهنيني، حق إسلام رجع وزمايله، طقطق أسلك صدري وصدر كل المصريين. آلاف المؤلفة اللي بتقدم في الكليات العسكرية دي هم بيشوفوا إن زمايلهم بيستشهدوا، ده إيه؟ ده الشعب المصري. كان شيء لي إن أبدا اللي كان يقول لي سبال الله عمر الشقي بقي، الرصاصه اللي انا هتقتل بيها مكتوب على اسمي. الشهيد الله يرحمه دخل المظلات، كان بيحبها بجنون، تفانى فيها كتير، ادت له الجرأه لما كان بيقفز من الطياره والروح الفدائيه والبساله دي. شهدت سيناء ليه بطولات عظيمه جدا، وشارك فيها في اهم عمليتين حق الشهيد والعمليه الشامله 2018. اتكلف هو ووحدته انه يطهر جبل الحلال من البؤر الارهابيه في العمليه الشامله سيناء 2018، وللقضاء على الارهاب الاسود اللي في جبل الحلال. ان شاء الله رجاله على بركه الله، رجاله الجيش الثالث تثبت لمصر بالكامل ان هم ابطال قادرين ان هم يخلصوا مصر وشعبها الطيب من الارهاب. اجتمع مرؤوسينه جنوده العظام مع أهل سينا الشرفاء وأطلقوا عليه أسد جبل الحلال. ودايما سينا هتروي قصته، قصة مقاتل في سيناء. كل سنة بيحتفل معايا بعيد ميلادي وبيتصل بيها وقف سينا، ودي الهدية اللي اديها لي السنة دي في عيد ميلادي، إن هو جاي ملفوف بعلم بلده. يعني هو ده بالنسبة له شرف ومجد على راسه، على راس الأوسام، بشجاعته وقوته بسالته حبه لبلده. ده الدم بتاع الشهيد، الدفعة الدم فيها غالي قوي.
انا نفسي اروح المكان اللي استشهد فيه ده اوطي عليه وابوسه، يعني ابوس الرمل اللي هو استشهد فيه ده. وهيكمل ان شاء الله بابنه وبغيره 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 ألف جعفر غيره. ربنا يوفقهم ويسدد خطاهم يا رب. ورسالتنا لكل الشباب والأطفال والآباء والأمهات والزوجات ولكل الوطن، مش هنقول إن حقهم هيرجع، لا، حقهم رجع يوم ما بنينا على تضحياتهم وعطائهم. وأرواحهم هي السبيل اللي هنشرب منه عشان نحقق كل اللي كانوا بيتمنوا. وشهداءنا دايما في قلوبنا. طب واهل الشهداء دول هنعمل لهم ايه؟ اهل الشهداء موجودين دلوقتي معانا، يا ريت كلنا نحييهم.